وصلت وشهدت إقبال كبير من طرف المواطنين اللي يتحدثوا ذلك بسبب توفر كل المواد ووسعت الاستهلاك كمادة الزيت مادة السمير مادة السكر وكل المواد التي يحتاجها المواطن خلال الشهر الماضي. فقط نقول أنه اتصلنا بكل المتعاملين الاقتصاديين وتجار الجوع المتواجدين عبر تراب الولاية للمشاركة في هذه السوق وكل الأسواق الجوارية المتواجدة على مستوى الولاية والمقدرة ب7 أسواق مغطاة و5 مفتوحة.